أطفالي الحلوين، سأطلب منكم أن تكتبوا لي حرف الجيم. هيا نكتب حرف الجيم. نرفع الألواح، نرفع الألواح. جميل، كتبتم حرف الجيم بشكل جميل. هذا الحرف سبق وأن درسناه يا أطفال، هذا صديقنا حرف جيم. الآن سأطلب منكم يا أطفال أن تمسحوا تلك النقطة. امسحوا النقطة يا أطفال، امسحوا النقطة، ارفعوا الألواح. جميل، مسحتم النقطة؟ لا. جيد. الآن يا أطفال أصبح لدينا حرف جديد. ما اسمك يا حرف؟ أنا هنا يا معلمتي، أنا اسمي حرف الحاء. مرحبا يا أطفال. مرحبا. أنا صديقكم حرف الحاء، أنا هو أخو الجيم. عودوا أطفال، ضعوا نقطة، ضعوا نقطة. ماذا أصبح؟ جيم. امسحوا النقطة. ماذا أصبح؟ حاء. ضعوا النقطة. ماذا عن النقطة؟ أصبح؟ حاء. جيم. امسحوا النقطة. أصبح؟ حاء. حاء. رأيتم؟ كانت الطريقة سهلة لأننا سبق ودرسنا صديقنا حرف الجيم، فما كان علينا إلا أن مسحنا النقطة فأصبح حرف. عندما مسحنا النقطة أصبح حرف حاء. هذا هو صديقنا اليوم، إنه حرف حاء. جميل، أحتاج إلى مغناطيس. تعال يا مغناطيس لنثبت صديقنا حرف الحاء. انظروا، كتبنا أولا حرف صديقنا حرف الجيم. إذن الكتابة سهلة، يكتب مثل صديقنا حرف الجيم. ثم ماذا فعلنا؟ مسحنا النقطة فأصبح صديقنا حرف حاء. حرف حاء. جميل يا أطفال، الآن سنلعب مع صديقنا حرف الحاء. تعال يا آدم، تعال يا إلياس، هدايات، تعال يا إلياس. تعال عبد الرحمن، سأعطيكم أقلاما ملونة، تفضل 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 تفضل. ماذا سنفعل بهذه الأقلام؟ سنلون يا أطفال الكلمات التي نسمع فيها حرف حرف الحاء. نبدأ بآدم. ما هذا يا آدم؟ مفتاح. 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 هل سمعنا فيها صوت حرف الحاء؟ نعم. يلا لونها. تعال يا إلياس. ما هذا يا إلياس؟ حصان. حصان. هل سمعنا فيه صوت حرف الحاء؟ لاعب. نلونه؟ لاعب. هيا اذهب ولونه. ما هذا يا هدايات؟ حبل. إنه؟ حبل. هل سمعت فيه صوت حرف الحاء؟ نعم. نلونه؟ نعم. هيا اذهبي ولونيه. تعال يا عبد الرحمن. ما هذه يا عبد الرحمن؟ حمامة. حمامة. هل سمعنا فيها صوت حرف الحاء؟ نعم. نلونها؟ نعم. لقد لوننا المفتاح. جيد، إلياس يلون الحصان، وهدايات تلون الحبل، عبد الرحمن يلون حمامة. إلياس، لدينا هذه الصورة، صوص، صوص. هل سمعت فيها صوت حرف الحاء؟ لا. نلونها؟ لا. جيد. أنهيتم؟
جميل، صفقوا عليهم أطفال. لقد لونا بطاقات الموجودة فيها حرف الحاء التي سمعنا فيها حرف الحاء. شكرا. جيد، الآن يا أطفال تعال تعال آدم، تعال سارة، عائشة، شكرا. ضعوا أقلامنا في المكتب. الآن سنحول صديقنا حرف حرف جيد. هيا تعال آدم، هذه آدم. ح ح حلزون. يوجد فيها حرف الحاء؟ نعم. أين موضعه؟ في أول الكلمة. يلا نحوطه، إنه في أول الكلمة. يلا نحوطه. جميل. يلا سارة، ما هذه يا سارة؟ ما هذه يا سارة؟ نحلة. أين حرف الحاء؟ أين حرف الحاء؟ في وسط كلمة. يلا نحوطه. جميل. عائشة، تفاح، أين حرف الحاء يا عائشة؟ في آخر الكلمة. جيد، يلا نحوطه. أحسنتي، جميل، شكرا. رميسة، ما هذا يا رميسة؟ احملي هذا. ما هذا يا رميسة؟ إنه حبل. إنه حبل. ح ح حبل. تجيدين اللعب بالحبل؟ أرينا كيف نلعب بالحبل. هيا شجعوا رميسة. رميسة رميسة رميسة. أبلا، إنها تلعب بال بالحبل. ح ح حبل. هيا، جميل، جيد جدا. تعالوا يا أطفال أعلمكم أنشودتي. يلا قولوا حاء حج. حاء حج. أسمى رغبة. أسمى رغبة. فيه طواف حول الكعبة. فيه طواف حول الكعبة. تعال تعال آدم، إلياس، يلا تعالوا يا أولاد. أولاد، ها هي الكعبة، سنطوف حول الكعبة ونردد الأنشودة. حاء حج. تعال فارس، يلا نطوف نطوف هكذا. حاء حج. أسمى فيه طواف حول الكعبة. إن شاء الله كلنا نزور بيت الله. حاء حج. أسمى رغبة. فيه طواف حول. جيد جميل، يلا نذهب إلى مكاننا. يلا 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 يلا. جميل، الآن سنقرأ صديقنا حرف الحاء بالحركات القصيرة والحركات. من يقرأ لنا صديقنا حرف الحاء؟ أنا. تعال يا رميسة. أعطيني قلم. جيد، سنقرأه بالحركات القصيرة والحركات. ساعديني. يلا تعالي رميسة اقرأي لنا. يلا. ح ح ح. جيد. ح ح ح. أحسنتي. يلا آدم اقرأ لنا. ح ح ح. ح ح ح. جيد، الآن سنقرأه بالتنوين. من يأتي ويقرأ لنا بالتنوين؟ أنا. من؟ رجاء تعالي. رجاء ستقرأ لنا بالتنوين. يلا يا رجاء. حي.
هذا مع ساعدوا هاي أطفال. حن. حن. يلا قولي. حن. 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 جيد أحسنتي يا رجاء. الآن يا أطفال. الآن يا أطفال سنقوم بنشاط حول صديقنا حرف الحاء. نشاط جميل. تعالوا أريكم ما هو النشاط. انظروا ماذا سنفعل يا أطفال. سأعطيكم مجموعة من الحروف. حسناً؟ ونحن سنلون فقط حرف. حرف. جاي. ها هي الحروف. انظروا. سنبحث عن صديقنا حرف الحاء. لدينا مجموعة من الحروف. نحن سنلون فقط حرف. ماذا نقول؟ أنتم مستعدون؟ نلون بألوان جميلة. أينما أجد صديقنا حرف الحاء سنلونه. حسناً؟ نبدأ؟ هيا.